طيب عايز اسال حضرتك، يمكن شايف ازاي امتلاك الزمالك لحراس مرمى مميزين في اعمار سنيه متفاوته؟ يعني عندنا كابتن عواد، عندنا صبحي، عندنا الشناوي. هل ده بيطمننا على مستقبل حراسه المرمى في نادي الزمالك؟ وان شايفها فرصه حلوه كمان الثلاث حراس مميزين، الشناوي كمان صاعد وبروميسنج وليه مستقبل. كل اللي بيفهموا في الكوره واللي شايفين يعني قطاع الناشئين في نادي الزمالك شايفين ان هو حارس مؤهل ان يكون رقم واحد في مصر ان شاء الله لما ياخد الخبرات ويعدي كده على المدربين ويعدي على مدربين حراسة المرمى لمنتخباتنا الوطنية. لا طبعا احنا يعني الحمد لله رب العالمين في نادي الزمالك حاليا بنمتلك ثلاث حراس على اعلى مستوى، محمد عواد، محمد صبحي، حمود الشناوي، حارس مرمى صاعد. طبعا عواد وصبحي حراس مرمى يعني دوليين، انطلق في مباريات كبيره جدا، ومعاهم محمود الشناوي وحارس مرمى صاعد. وده الطبيعي ان انت يكون عندك يعني ثلاث حراس يكونوا فيهم يعني تجمع الخبرات متواجد في الحارسين الاول والثاني، ومعاهم الحارس الصاعد الثالث. هو ده المفروض ان يكون متواجد في اي فريق كبير او اي نادي بينافس على البطولات، يكون تمام عنده التنوع ده في تمام الحراس والتنوع في الخبرات اللي موجوده. نادي الزمالك محظوظ طبعا بالثلاث حراس. تمام في الفتره الاخيره في تقدم وتطور كبير جدا في مستواهم، استقرار المركز برجوع صبحي للفترة اللي فاتت وتجديد عقده برضه ادى استقرار كبير جدا في المركز ده. وانت عارف طبعا يعني مركز حارس المرمى من اهم المراكز اللي في اي فريق في كرة القدم في العالم، وان انت تكون عندك الاستقرار ويمكن دي حاجة الواحد دايما مبسوط بيها، انه من فترة كبيرة ما كانش عندنا ثلاث حراس الثلاثة بينافسوا بعض وموجودين ونثق فيهم ثقة عمياء الحقيقة. يعني كابتن عمار معاذ حارس مرمى نادي الزمالك السابق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومستنين وجود حضرتك معانا هنا ان شاء الله في مصر في برنامج زملكاوي.